أيها الصائمون في ثامن أيام شهر رمضان المبارك، ننقل لكم تغطية مباشرة حية من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى تقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح المتفق عليه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: من صام يوما في سبيل الله بعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. نسأل الله تعالى أن يجعل بيننا وبين النار حجابا منيعا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة يا رب في هذا اليوم الفضيل، في هذه الساعات الفضيلة المباركة، من في آخر ساعة من النهار عند وقت الإفطار، وفيها تستجاب الدعوات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم عند فطره: دعوة لا ترد. وقال عليه الصلاة والسلام: 3 لا ترد دعوتهم، وذكر منها الصائم حتى يفطر. نسأل الله تعالى تقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. هنا ترى قارئ القرآن، وترى الداعي، وترى المصلي والخاشع، لحظات جميلة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.